فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. طيب سلايد تانية من السلايدز بتاعت السكن. هنا بقى عايزين ناخد بالنا ان في عندنا شكل مميز جدا، طبعا زي ما احنا شايفين فوق الابيدرمس. بنكرر تاني يا جماعة، الديرمس ده عبارة عن ريتيكولار فايبرز، ما ينفعش يبقى فيه خلايا غير الحاجات اللي خلايا السبيسيفيك السبيشالايزد اللي موجودة فيه، اللي هم السبيشوس والسويت جلاند و و و و. لما نلاقي كتل من الخلايا الغريبة اذا ده يساوي تيومر. التيومر اللي عندنا هنا بقى تيومر جديد وشكله مميز جدا. ان عندك التيومر الخلايا ديت اولا لونها بنفسجي او ازرق، يعني بيزوفيلك. النقطة رقم اتنين، ان السلنست اللي نزلت في الدرمس وعملت التيومر بيبقى الحدود بتاعتها واضحة متحددة كويس. خد بالك ان الاطراف هنا شايف كأن قلم بنت عريض، ورحنا رسمين البوردرز بتاعت السيلنست ديت، وبالتالي ده بنسميه باليسيدنج. الباليسيدنج ده معناه ايه؟ الباليسيدنج معناه ان عندك الاوتر سيرفيس او البيزل سيرفيس البيزل سيلز ارينجد ان رو، نيوكلياي اوف بيزل سيلز ارينجد ان رو، والرو دوت طبعا لما بتنتظم الخلايا ديت في صف بتبقى طبعا عمودية بريبنديكولار تو ذا ديرمس، وبالتالي فهي طبعا خلايا بتبقى كولامنر، فبيبان عندك ان النيوكلياي العريضة ديت بقت بالطول، فبانت على شكل خط كلهم مع بعض عملوا خط او حدود للسيل نست. وبالتالي الباليسيدنج والبيزوفيليا علامة مهمة للبي بي بيزل سيل كارسينوما. خلاص، يبقى اذا دي بيزل سيل كارسينوما. طبعا واضح الباليسيدنج هنا برضو، باليسيدنج واضح هنا برضو، اهو الاطراف هنا متحددة خلاص، الاطراف بتاعت التيومر هنا برضو probably يمكن واضحة هنا شوية، هنا واضحة، هنا يمكن مش قوي. خلاص ده بالنسبة لإيه؟ للبيزل سيل كارسينوم. كويس. طيب في برضو علامة تانية عايز اوريها لكم في البيزل سيل كارسينوما. نبص برضو على الشريحة. بصوا يا جماعة العلامة ديت يعني شفتها، انا حقيقة شفتها في شرح كتير جدا. في بعض الكتب تقول لك ان السيل نست ديد برانشنج، يبقى ضفنا واحده بي كمان اهي، يبقى بيزل سيل كارسينوما. قلنا دلوقتي اتنين بي وواحده بي، بيزل سيل كارسينوما بيبقى بيزوفيلك بنفسجي او زرقاء، بيبقى فيها باليسيدنج الاطراف بتاعتها متحدده، الاطراف بتاعت السيل نست متحدده، وبي كمان برانشنج، او انا بسميها احسن بازلينج. انا رايي انها بازلينج يعني عامله زي البازل، عارفين لعبه البازل بتاعت الاطفال، ان انت بتركب الصوره بتحط قطع صور صغيره كده لحد ما تطلع صوره كبيره. البازل ده بيبقى فيه عندنا بروجكشنز طالعه وحاجات بتشبك فيها. هنا نفس الكلام، بتحس ان عامله زي لعبه البازل او برانشنج. anyway نفس الايه، نفس المعنى، بتلاقي المنظر ده واضح في الايه، في البيزل سيل كارسينوما. طبعا عندنا هنا حته زي ديت فيها باليسيدنج واضح، هنا الباليسيدنج في الاطراف واضح، هنا الباليسيدنج برضو واضح. ايه تاني ممكن نشوفه هنا؟ طبعا واضح فرق اللون ما بين الابيدرمس والبيزل سيلز، عشان الناس اللي بتقول يا دكتور ده اللون مش باين، هنا لونها احمر. معلش يمكن في اختلافات في الالوان شويه لما الفيديو يبقى موديفايد على الكمبيوتر او بيبقى ترانسميتد عن طريق الكاميرا، بس طبعا اللون اللي انا شايفه فعلا اكشوالي هو لون ازرق او بنفسجي. طبعا اللون هنا لو عايز تقارن في فرق طبعا في اللون، بتبقى الخلايا طبعا بتاعت البيزل كارسينوما بيبقى لونها ازرق. طبعا واضح هنا باليسيدنج واضح جدا، هنا اهو باليسيدنج واضح خالص. هنا احيانا بيبقى في شويه نيكروزز في السنتر في وسط السيل نست. متهيألي هنا باليسيدنج واضح جدا، شايفين الخلايا هنا اهوت، اهو البوردرز واضحة بتاعت الخلايا. دي كتلة مجموعة خلايا. كويس، والبوردر هنا واضح اهو، هنا البوردر واضح برضو، هنا البوردر هنا واضح. ده الباليسيدنج يا جماعة اللي بنقول عليه، ده الباليسيدنج. شوف شريحة تانية برضو بيزل سيل كارسينوما. هنا طبعا واضح عندنا الابيدرمس اهو، دوت الابيدرمس.
كويس. دي عبارة عن sweat gland, sweat gland, sweat gland, blood vessel, blood vessel, blood vessel, normal blood vessel. هنا tumor أو tumor. كويس, واضح ال palisading أهو, palisading. أحيانا بيبقى فيه white cleft كده بيحصل نتيجة ال processing, إن الخلايا دي بيحصل لها retraction, تكش شوية فتسيب مسافة بيضاء أثناء التحضير, يعني من الحاجات اللي ممكن تتشاف يعني. بس طبعا أهم علامة عندنا ال palisading, وإن هي بتبقى basophilic cells. واضح البازلينج اهو او البرانشينج برضو. برانشز اهي, برانشز 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 برانشز, خلاص ده بيزل سيل كارسينوما. واحد هيقول لي يا دكتور دي ايه, ممكن تكون خلايا مثلا بتاعت اميلانوتيك ميلانوما. يا دكتور دي ممكن تكون ميلانوما مثلا ما فيهاش ميلانين ودي الخلايا بتاعتها اللي هي الميلانوسايت. اقول لك لا, الميلانوسايت ما تتجمعش في نست بالشكل ده وما تعملش باليسيدنج, ومفيش فيها الكليفتنج الابيض, مفيش فيها البرانشنج. خلاص علامات دي كلها اللي بالبي دي كلها علامات للايه, للبيزل سيل كارسينوما. يبقى برضو ما ينفعش نغلط في شريحه بيزل سيل كارسينوما. هنا برضو نفس الكلام اهو يا جماعه, زي ما بنقول برضو برانشنج بيزوفيليك سيل نستس, عماله تعمل برانشات فروع عماله تتفرع. كويس, شكلها مميز جدا. اوكي, كل ديت اهي خلايا مالجننت بيزل سيل كارسينوما, كل دي خلايا مالجننت نزلت في الديرمس عملت انفيجن تحت. طبعا انتوا عارفين بيزل سيل كارسينوما دي اسمها رودنت ألسر, وبتيجي نتيجة اكسبوجر تو سان لايت, بتيجي في مناطق اللي هي بتتعرض اكتر لأشعة الشمس زي الابر بارت اوف ذا فيس. اوكي, ودي مور كومن ذان سكوموس سيل كارسينوما, موست كومن مالجننت تيومر اوف ذا سكين اللي هو البيزل سيل كارسينوما. يعني طبعا في بعض المناطق في العالم بيبقى المالجننت ميلانوما موجوده اكتر, وفي مناطق تانية بيبقى موجود بيزل سيل كارسينوما اكتر. يعني طبعا سكوموس سيل كارسينوما في السكين ما بيحصلش كتير, يعني يمكن اقل مالجننت تيومر. اسالكم بقى سؤال على الماشي كده, يعني ايه هو الكيلر, كيلر موست كيلر مالجننت تيومر اوف ذا سكين او مالجننت سكين كانسر اللي ممكن يموت, يا ترى ايه؟ انتوا عارفين بيزل سيل كارسينوما, وخدنا مع بعض سكوموس سيل كارسينوما, وخدنا مع بعض مالجننت ميلانوما. ها ايه رايكم, مين فيهم بيبقى فيتال او ممكن يموت, او اخطرهم موست سيريس كيلر سكين كانسر؟ ايه رايكم؟ البيزل سيل كارسينوما غلط طبعا, غلط. ليه بقى؟ بيزل سيل كارسينوما انتوا عارفين ده لوكالي مالجننت تيومر, يعني ما بيحصلش ميتاستاز اصلا, يعني هو اخره ان هو يعمل انفيجن وايروجن مثلا للاندرلاينج تيشو والبون, ويكسر في البون اللي تحتيه مثلا ويعمل رودنت ألسر, قرحه قارضه تنيه تنخور في اللي تحت, انما ما يعملش ميتاستاز للفيتال اورجان فما يموتش. لا, السكويموس سيل كارسينوما برضه مش صح, لان هي بتبقى ميتاستازايزنج فيري ليت, متاخر قوي لما تعمل ميتاستاز, وقليل قوي من حالات السكوموس سيل كارسينوما اللي بتتساب لحد ما تعمل ميتاستاز. هي تعمل ميتاستاز للليمف نود انما ما تعملش بلاد ميتاستاز, فما تروحش برضه الفيتال اورجان. اذا الاجابه عندنا ذا موست سيريس كيلر سكين كانسر از مالجننت ميلانوما. ايوه, بيزل سيل كارسينوما زي ما قلنا بتبقى لوكالي مالجننت تيومر. دي شريحه البيزل سيل كارسينوما.